السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في مخبزتي. اليوم راح نقدم لكم خبز بالطماطم والأعشاب العطرية. نروح نشوفوا كيفية التحضير. نديروا ملعقة، جو نديروا السكر، ولا نديروا الخميرة، توجور شوية السكر معاها. ماء دافي، هلا نخليها شويه هنايا. هنا نزيد زيت الزيتون، هنا قلنا هنا نخلط لهذا الخبز. عندنا الفرينه مع السميد، ندير لها كميه قليله تاع السميد باش تعطينا واحد القرمشه. فوالا بالعقل برك نبدا نرمي الماء، الماء يكون دافي. توجور الملح ما نديروش من الاول، خليه يتنعجن باش ما تلاقاليش الخميره مع الملح. يعني كل مره نقول لكم الخميره هي عدو الملح، الملح والزيت. فوالا هنا نخليه يتنعجن بالعقل. نقول لكم برك هاد الخبز كيفاش، يعني احنا عجنوا بالطماطم. هذوك الطماطم سواء تجيبوا طوماط سوريز ولا لي طوماط اللي يكونوا صغار شويه، تقطعوهم على الى قطع هكذا، دير لهم شويه زيت الزيتون وشويه اعشاب عطريه وشويه ملح، ونخليهم في المقله بلا عقل بر حتى يتبالوا هكذا، تخليهم ينشفوا كاع الماء تاعهم. من بعد به اللي احنا عجن هاد الخبز. عندنا هنا قلت لكم طوماطيش، يعني قد قيس واحد يعني هكذاك كميه صغيره، ولا كانت طوماط سوريز قطعها غير على زوج، الا كانت هذوك لي بيتي طوماط قطعهم بيتي دي هكذايا. نعاود لكم تخلوها تدبان مع شويه زيت الزيتون والاعشاب عطريه والملح، سيتو. فوالا هادي نقولوا هاد الخبز راح ندير لكم نوعين. نوع واحد نديرو عادي ناكلوه مع لي سوبيتو، وكاين نوع واحد اخر تقدروا تاخذوه هكذا كوم كيما يقول لك كومونتري. النوع الاول ندير له نفس العجينه يعني بالطماطم، واحد ندير له غير الفرماج مع الاعشاب العطريه، وكاين واحد اخر نديرو بهدايا. هذا يتباع في الاسواق، وتقدروكم تقدروا لستو الفلفل هذاك الصغير المدور هكذا، يعني تفرغوه وديروا له حبه زيتون وترقدوه في الزيت، تخلوه حتى يدبل لكم هكذايا ويولي لكم طري. من بعد نستعملوه، بعد تشوفوا كيفاش نستعملوه. وعندنا هنايا لي كابخ، وعندنا هنا فلفل مرقد، نزيد شويه ماء
شنو هذا الخبز تاعي ما نعجنوش شويه طري، يعني كيما عارفه متعودين انا نعجن العجين تاعي يكون طري، ندير الحساب للطماطم اللي راح نديرهم باسكو تزيد تطلق لي العجين. هنا قلت لكم دير كالكو كابخ وشويه هنا فلفل مرقد قطعته الى قطع صغيره هكذا. فوالا حاجه واحده اخرى كانا نضيفها في هذا العجين هي مغرفه صغيره تاع الهريسه. واللي ما يحبش الحر يعني ما يضيفش هذا الخبز شويه يكون حار بالفلفل المرقد والهريسه، يعني نقدر سي فاكولتاتيف، تقدروا ديروا الحار كوم تقدروش ديروه، تقدروا تستغناو عنه ديروا غير لي كابخ والطماطم. هنا نبدا نرمي الخليط تاعي، بعد ما نكونوا عجنا العجين تاعنا خمس دقائق نزيدوا خمس دقائق واحده اخرى بالطماطم ولي كابخ. فوالا كي تشوفوا راكم تلاحظوا هنايا الطماطم تلقت لي العجين، نخليها تنعجن تعاود تنطم وحدها. نوجد اناء ندير له شويه زيت، احسن ندير شويه زيت قدامي فوالا. فوالا نجيب الزيت هذاك باش نحي تلصق ليش. توجور يدي في الزيت ونحي العجين نخلوه يرتاح حتى يضاعف الحجم تاعو. هنا نغسل يدي نجيبو فيلم اليمونتير نخلوها حتى تضاعف الحجم تاعها. طبيعة الحال انا عندي وحدة هاي ضعفت وخمرت لي مليح. فوالا كي تشوفوا كيفاش خمرت مليح نروح قبل اول شيء نحبط لها قبل الخميره. كما هذه قلت لكم راح نديروا بها زوج انواع تاع الخبز. فوالا شوفوا العجينه كيفاش تكون خفيفه والطماطم تعطيني اللون والبنه والذوق. فوالا نجيب نقسم العجينه نقسمها هكذا على اثنين توجور يدكم في الزيت باش تقدروا ما تلصق لكمش تقدروا تتعاملوا مع العجين. نقسموا دي بول صغار نحاولوا نديروهم كاع قد قد
toujours un plan travail huilé ou la farinée, de préférence انا نحب ندير الزيت. هنا غادي نخليها شويه حتى ندير هذوك نفاسونيهم. نجيب سنيوه بابي كويسون ديروهم هكذا toujours huiler le plan de travail يعني ديرو له الزيت. من بعد نلوه برك هكذا ونحطو بعد تشوفوا كيفاش نعاودو نديرو له في الوسط هذيك الفلفل مع الفلفل الصغيره مع الزيتون بهذه الطريقه يعطينا الشكل هذا. هي شويه تلاصق لكم بصح قد ما تكون العجينه هكذا طريه تجيكم الخبز مليح بهذه الطريقه. توجور تحكموا تحطوا يلا هادو مليح ديرهم لي دي بتيت بورسيون سما يكونوا صغار باسكو فيهم طوماطيش يعني تخافوا ولا تضر لكم ولا سي دي بتيت بورسيون ما ديروهمش خبازي كبار ما يجيكمش ملاح انديفيديوال سي ميو. فوالا بهذه الطريقة شوفوا كيفاش خمرت فوالا. نجيب سني واحدة أخرى باش نحط فيها الخبز الآخر توجور ندير ورق الطهي. ورق الطهي يساعدكم بزاف يعني في باش الخبز تاعكم ما يلصقش. نولو العجينه دي نقسمها بهذه الطريقه من بعد هذه دي شويه زيت هكذايا في يديكم ضربها زوج مرات بهذه الطريقه بعد نحلها بيدي حلوها رقيقه ما تخافوش هي قد ما تكون رقيقه تجي مليحه بهذه الطريقه تجيني العامل شويه صعيب باسكو بابي تشدو مليح البابي هكذا بصبعتيكم هنا
يعني مليح خدموها بصباعتكم مليح. نستقوني قلت لكم هذا لو بان هذا الخبز هذايا هذا الرقيق نستعملو بزاف في لي سوب ونقطعو هكذا دي ترونش رقاق يكونو دي فوا نعاود نحمصهم يعني في الكوشه بعد ما يكونوا طابو كامل نقطعهم رقاق ونعاود ندخلهم الكوشه يتحمصوا باش نقدمهم مع لا سوب سورتو لا سوب دو بواسون. يعني نعطيكم برك هكذا باش تعرفوا مع من تقدموا الخبز تاعكم. فوالا بهذه الطريقه فوالا هنا نخلوهم يخمروا شويه حنا نروحوا فاصل قصير ونعاود نولي. جيب اون غاب كانا باش نوجد هنا اخترت هذا الفخوماج فخوماج فيه الاعشاب يعني باش يتناسب مع هذا الكيفيه. جو غابي نغابي شويه طريقه نجيبو بانسو شتو شحال خمرو خمرو تخي بيان. كونو شعلنا حنا شعلنا الفرن على درجة 190 شعلوه توجو 4 ساعة من قبل والخبز على بالكم يحب الفرن يكون سخون مليح. بالعقل برك باش ما نكسروش الخميره ومن بعد نديرو الفخوماج بهذه الطريقه نديروش في الوسط باش نخلو هذيك تاع الفلفل تبان. هنا هنا ندخلو الفرن تكون على درجه حراره 190 نخلوه يطيب حتى نقولوا هكذاك واحد 15 دقيقه ونعاودو نحبطو شويه الحراره تاع الفرن حتى 180 المده الطهي تاعو 25 دقيقه. نفس الشيء نديرلو لا دوغيغ شنو هذا نديرلو غير الاعشاب العطريه من الفوق قلت لكم هذا باش بوغ اكومباني لي سوب تاعكم. انا الاعشاب العطريه
هاو الخبز تاعنا بعد ما طيبناه غير خرجناه من الفرن دهناه بزيت الزيتون. نروحو نجبدو الخبز الاخر. برك نوري لكم هذاك الخبز كيفاش نقسموه الى قطع صغيره، يعني كيفاش نستعملوه. نقطعوه الخبز اللي درناه مع بعض، هذا اللي كان بالطماطم، يعني عجناه كامل بالطماطم، هذا خصصته ودرت له الفلفل الصغير مع الزيتون. قلتكم نقدروا نقدموه كمقبله. وهذايا درناه بالاعشاب العطريه وقطعناه هكذا الى قطع صغيره. قلتكم نقدروا تقدموه يعني بلا سوب. ان شاء الله الكيفيه تاع اليوم كون نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله.